أنا الدكتور نزيه ناجح قادري، طبيب القلب والشرايين وكهروفيزيولوجيا القلب. والحقيقة أنا سعيد جدا بأنه دار الدواء اختارتني أن أحكي عن الضغط في يوم الضغط العالي. نعرف الضغط العالي بالضغط الانقباضي العالي والانبساط العالي، ويعني ارتفاع في الضغط العالي فوق 135 مليمتر أوف ميركوري والانبساطي فوق 85. الضغط يعتبر القاتل الصامت من نوعية الأمراض، فهو يقتل الجسم تدريجيا وبصمت. وكثيرا من المرات عندما يحدث مرض مثلا كجلطة دماغية، جلطة قلبية، أو أنه كسل في الكلوة وتصريف السوائل من الجسم، نلاحظ أن ضغط الدم عالي، وقد أثر الضغط على كثير من الأعضاء الجسم. فلذلك السيطرة على الضغط مهمة جدا جدا جدا، وهي أكثر الأمراض في موجودة في التأثير على أمراض كهرباء، على أمراض القلب والشرايين وكهربائية القلب. من الأمراض التي تؤثر على القلب هي تضخم عضلة القلب، وبالتالي إلى تضخم الأذينات، وبالتالي إلى حصول رجفان أذيني، وإلى حصول تسارع بطني مما يؤدي إلى الموت المفاجئ. وحدوث الرجفان الأذيني يؤدي إلى جلطات في الدماغ وإلى أنحاء كثيرة من الجسم، وأيضا حصول هبوط في عضلة القلب يؤدي إلى تجمع السوائل. هناك أسباب كثيرة للضغط، منها السمنة، خصوصا السمنة عند الوسط عند الرجال والنساء، وهذه تؤدي إلى ارتفاع الضغط، وأيضا تؤدي إلى توقف النفس عند الليل، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة في ارتفاع الضغط وحدوث السكري وحدوث أمراض كثيرة أخرى. يعالج الضغط بعدة أمور، واحدة منها تقليل الوزن، خصوصا إذا كان اللي بنسميها abdominal obesity. أيضا يعالج الضغط بالرياضة، فالرياضة اليومية 150 دقيقة بالأسبوع أو 30 دقيقة يوميا تؤدي إلى انخفاض 8 إلى 10 نقط مليمتر أوف ميركوري. طبعا تقليل الملح في الأكل، عند بعض الناس يلزم لهم ملح طبيعي، ولكن مريض الضغط العالي يجب أن ينتبه إلى الملح ولا يكثر أكثر من 2.3 جرام من الصوديوم. أيضا أنه يتعود الإنسان على الهدوء، ويتعود أنه ما يعالج المشاكل بطريقة عصبية، وأيضا يتعلم أنه يأكل الغذاء الجيد المحتوي على عناصر تكون مهمة للجسم، وأن غذاء اللي ما يزيد وزنه ولا يزيد كوليستروله، ويكون إنسان ذكي في تناول الأكل ومعرفة الأكل الذي يأكله. طبعا هذه بنحكيها إذا كنا ما نقدر نعالج الضغط بدون أدوية، ولكن في بعض الأحيان يلزم العلاج بالأدوية، والطبيب القلب بمعرفة قلب المريض وبقية الفحوصات يستطيع أن يعطي الدواء المناسب، سواء دواء واحدا أو عدة أدوية مع بعض بطريقة خلطة كاملة تؤدي إلى معالجة الضغط وأثاره على الجسم. بعد أحيان نعطي أدوية أخرى ليست للضغط بس تعالج مشاكل الضغط التي صنعت في الجسم. ختاما إحنا منوصي الرياضة اليومية، ونوصي على الصحة والعافية عن طريق تناول الأمور التي قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط. والمريض يجب أن يفحص ضغطه كل 6 أشهر، لأنه إذا ما فحص ضغطه ربما يكون قاتل صامت في المستقبل. والإنسان يجب أن يتحد مع الطبيعة من رياضة يومية ومن الغذاء الطبيعي الموجود.